دينار كل موظفين القطاع العام بتقطع من 10%. اللي رواتبهم بتزيد على 2000 دينار. هيك كاتبين. لا جميع الموظفين، جميع موظفين الدولة 10% يقطع منهم. شو مكان راتبه؟ شو مكان راتبه؟ 10%؟ 10%. طب يعني هي خطة الحماية تبعت الحكومة على حساب رواتب الموظفين؟ لا يا اخوي، اليوم في عندك موازنة، في عندك قطاع خاص وقطاع عام، هذا تكافل بشكل عام. يعني اليوم احنا كنا ننادي إزالة الفجوة بين جذب القطاع العام والقطاع الخاص. اليوم مش بس على القطاع الخاص يعني من النيل، كمان القطاع العام من النيل عليه. طيب وهذا الدعم رايح لوين؟ رايح لوين؟ مو رايح لعمالك كمان، رايح لعمال مياوم، ورايح لعمال يعني غير مصرح لهم بالعمل لهمة وطن. بس سيدي بدك تخصم 10% على واحد راتبه 300 ليرة اوكي بده يطلع عن 30 دينار. طيب واحنا عبواب رمضان. طيب يا سيدي هاي تكافل، يعني احنا رايحين مع بعض، يعني هاي محنه. معقول احنا اول مشكلتنا الماليه نروح على رواتب الموظفين؟ معقول ما عندناش خطه ماليه؟ كيف راح الرواتب راح على الحكومه، وراح على صاحب العمل، وراح على العامل، وراح على الموظف، راح على الكل يا اخوي. هاي يعني بدها يعني تتحمل جميع الشرائح هذا الموضوع بما فيها الحكومه كمان. بس اغلبك بالورقه هي. بس يا اخوان خليني اعيد هاي الفقره لانه كل الناس بتسال عنها، اللي هي التبرع بما نسبته 10% من الرواتب الشهريه لجميع الموظفين العاملين بموجب عقود شامله لجميع العلاوات الذين تزيد رواتبهم الشهريه على 2000 دينار، يعني الراتبه اكثر من 2000 بدفع 10%، الراتبه اقل من 2000 بدفعش ولا قش. نحكيها بشكل اوضح، اي موظفين لا ينطبق عليهم هذا الموضوع اقل من 2000 دينار لن يطالهم اي شيء، لن يطالهم اي تخفيض ولو دينار. خلص يعني هاي النقطه لازم احنا نوضحها سيدي.